دري 11 عام، عدو 11 عام غادي للمدرسه تاع الدري الفانيد وباسطا. قالهم راه وقع ليه هادشي، جابوا شي دري معاهم، هو اللي جابوه عطاه ليهم. اللي قالوا راه مرض دابا درات وكرشو راس وراديك، راه داوهم للسبيطار دابا راه شويه مسؤولين يديروا مراقبه يراقبوه، ما خصوش يدوا هادشي، هاد الشركه ما خصهاش تدوا هاد الدري. يعني مصالحش ما خدام فيه يحرقوه ولا يشوفوا شي يديروا لا حوت. ما كاين الدراري ما عارفينش اللي داز ياكل مني، الدري ما عارف والو. شو عليهم الشيء اللي كيديروا فيه عيب؟ طالبوا من المسؤولين خاصهم مراقبة، تراقب الشركات اللي كيروحوا الفانيد في الزنقة ومسموم، يمشيو يحرقوه ولا يديروا به شي حاجة، يدفنوه في الأرض وما يلوحوش الدراري ما عارفينش الدراري اللي جا صغير. Thank you.